انت بتهزر؟ يا ريتو يا ريتو كان هزار يا ست هانم، ده الضحك عليا اسخن من اسماعيل ياسين. بنت حضرتك باعت لي فيلا في شارع الهرم، قالت انها بتاعتها، وهو هبقت ب 4 مليون جنيه العربون وسابتني كده. ابوس رجلك يا ست هانم ترجع فلوسي، ده شقى ابويا وورث عيالي. مساء الخير. عشقي هاتيني النبي دي فوله واتقسمت نصين. هو في ايه يا مولا؟ الراجل ده بيقول ان شاف اختك عشق. اختك؟ ده هي الخالق الناطق. الموضوع ده بجد ولا انتوا بتشتغلوني؟ يعني ايه بنشتغلك دي؟ دي ملك اخت عشق التوأم. انت تعرف عشق؟ ايه اللي اعرفها؟ ده انا حافظها صم. ده صوابعها الاربعه معلمين على قفايا. تعرف مكانها فين؟ ما انا لو اعرف مكانها ما كنتش جيت لحضرتك. لا امال انت تعرفها منين وقابلتها ازاي؟ وربنا هي نسخه تلك الاصل. طب انت قابلتها فين؟ عندي في الاجانس وفي اوضتها في الفندق. طب يلا بينا على الفندق. لا ما سابت الفندق وهربت. هربت بعد ما خدت فلوسي بنت الحراميه. احترامات يا هاني. طب انت تعرفها بقالك قد ايه؟ ويخلق ما لا تعلمون. انت متاكده ان انت مش هي؟ يا استاذ بعد اذنك ركز معايا. ما انا اللي مدهولني ان انا مركز معاكي. طب ممكن توصلنا ليها؟ هو انا هسيبها؟ ده انا هجيبها لك في شوال لحد هنا. لا شوال لا، بعد اذنك يعني ما تمدش ايدك عليها. وفلوسي؟ لو جبتها لي انا هديك فلوسك. ماشي بس المشروطه محطوطه وانا ليا 4 مليون جنيه. هديك اللي انت عاوزه بس المهم تجيبها. خلاص اديني مهله يومين وانا هجيبها لحد هنا. تكوني جهزت فلوسك، قصدي فلوسي. سلام. يلا افتح بقه افتح بقه. يلا قام يا جمال. يا بابا يا بابا كل انت، هي بتعرف تاكل لوحدها؟ ليه يا ماما؟ لسه فاكرني صغيرة. لا يا ستي، انا عارف انك كبرتي وبقيتي عروسة وست العرايس كمان، بس اعمل ايه؟ نفسي ادلعك شوية في حاجة. اذا كان كده خلاص يا ماما سيبيه يدلعني. طب بذمتك يا لوشي دلع جده احسن ولا خاله؟ جده طبعا. اموت واعرف بتعمل ايه عشان تاكل دماغها. احمد ربنا، انت المصيبه اللي كنت فيها دي ما خلصتش لما بابا كل دماغ كل الناس اللي كانوا في المكتب. شفت يا فريده، كان لازم تبقي موجوده وتشوفي بابا عمل ايه. تحس ان هو عدى بالموقف قبل كده. ذكاء وسرعه بديهه غير طبيعيه. لا 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 صلى النبي. مش عارف. يا بابا هو بيقول كده بس عشان يثبت انه محامي شاطر بالوراثه. يا ست يثبت، المهم انه طلع منها على خير. وانت ياسر خد بالك يا ابني، الدنيا دي مليانه بلاوي. عندك حق يا بابا، ومفيش بلوى اكتر من البنت اللي اسمها منى دي. وشها زي الملائكه وافعالها زي الشياطين. بس انا مش مصدقه ان منى تعمل كده. انت صعبان عليكي تقولي انك اتخدعتي فيها. منى خدعتنا كلنا. لا لا المره دي اسف بقى، بصراحه انا مع فريده. عياط البنت دي عياط حد مظلوم بجد. يا بابا بالعقل كده، مفيش حد بيخش مكتبي غيرها. لا يا اسر فيه، وانت عارف كويس. فريده، الراجل مطلع الشيكات من شنطتها. منى دي تلعب بالبيضه والحجر. يا ليلى انا مش عايز احبطك، الحكايه واضحه زي الشمس. ده قد نصاب بلانا بيه ابن اختك لهبل ده. لو نصاب ما كانش قال انه يجيبها، كان طلب فلوسه بس. لو انت قلقان عشان الفلوس، احنا ممكن نعمل قرض بضمان الفيلا او حتى نبيع الفيلا. انت بتفكري ازاي؟ نبيع ايه؟ ونقعد فين؟ خلينا بس ما نسبقش الاحداث. ما هو لازم فلوسه تبقى جاهزه لما يجيب البنت، واجراءات البيع او الرهن هتاخد وقت. يا ليلى اتقلي شويه، مش معقول هنهد حياتنا عشان في واحد بيلعب بمشاعرك. يعني ايه مش هنجهز الفلوس؟ يا ست ما تقلقيش نفسك من ناحيه الفلوس، هو بس يجيبها وانا هتصرف. انت بتاخدني على قد عقلي يا عاصم؟ ما انا لو قلت غير كده هتقول مش عايز عشق ترجع. انا مش عايز اقول حاجه خالص، انا فرحانه ومبسوطه وحاسه ان بيني وبين بنتي 48 ساعه بس. طيب ممكن نتفق على حاجه؟ ما تتعشميش قوي كده عشان ما تحبطيش قوي. انا قلبي حاسس انها هترجع، انت ليه مش عاوز تصدقني؟ عشان صدقتك 100 مره قبل كده وكل مره يطلع بنجري ورا وهم. خلينا المره دي نحكم عقلنا، ما نعملش اي حاجه الا لما نتاكد ان بنتنا موجوده. يعني انت كان معاك كارت حلو تحرقه بايدك؟ ما انا مش عارفه اعطر فيها، قلت اللي هبشته مني اهلها هيدفعوه. اه لا طلعوا مستبيعين. ابوها بس، انما امها هتدفع بس لما الاقي عيش. طب لو رجعت لاهلها وحلقوا لك، ليك عندهم ايه؟ انت هتسوديها ليه في وشي بقى وانا ناقصك؟ يا عم انا غلطان، انا بفكر معاك. ايه ده يا بنت اللي عمال في وشك كده؟
خبطني الترماي. ما تتعبي يا بنت بدل ما خرشم لك الناحيه الثانيه. بروح اسال شويه على البيت. يا بنت عبيطه، انا عايز مصلحتي، تاخدي الفلوس وتضيعها على صاحبتك وتقعدي كده. الشغلانه دي عمرها قصير، يعني لازم تشيلي حبه لبكره. مرسي على النصيحه. البنت عزه عامله ايه؟ كويسه، ربنا يتم شفاها على خير. بيسلمي لي عليها. يوصل، عاوز حاجه تانيه؟ مش شك. العفو. حرام عليك، ايه اللي انت عملته في وش البنت ده؟ حماره سخنتني. معلش. لا الوش ما فيهوش معلش يا عم هيثم، تشتغل ازاي كده دلوقتي؟ ومال ده ومال الشغل؟ ده انا حتى اعرف زباين يموتوا في الحته المخرشمه دي. خدي يا بابا. انت ايه موقفك هنا؟ اتفضلي روحي على الاوضه. بابا اللي قال لي، وبعدين عادي يعني النهارده في شغل كتير يا ماما. سيبيها يا نجات، انا اللي طلبت منها تيجي تقف معانا شويه تساعدني عشان انا تعبان شويه النهارده. وانا رحت فين؟ يلا بقول لك روحي على الاوضه، ولو انت كمان عاوز ترتاح روح ارتاح في الاوضه، انا واقفه اهو. يا ستي سيبيها، بدل ما تقعد لوحدها دماغها هتودي وتجيب. دماغها هتودي وتجيب احسن من وقفتها هنا. يلا يا منى. يا ماما ما تسيبيني على راحتي بقى. راحتك مش هنا، اتفضلي بقى من غير ما ترد. انت ليه منشفه دماغك؟ ما تسيبيها تسلي روحها. لا انا مش تسالي يا راضي، لا انا خدمه، وبنتك خلاص بقت محاميه، عايزه تتسلى تقرا كتاب تتفرج على التلفزيون. انت محبكاها قوي، مش هيجرى حاجه لما تقف معانا شويه؟ هيجرى، هيجرى انها تتعود على كده، هيجرى انها تتعود انها لما تقع ما تعرفش تسلك طولها. انا عايزاها تقاوح عشان ما تبقاش زينا. قصدك يا نجات؟ قصدي اننا استسهلنا، ادينا بالهم والسل، قلنا هي عيشة واخرتها موت. واحنا كان بايدنا ايه؟ الظروف كانت اقوى مننا يا ام منى. مفيش اقوى من بني ادم ركب البحر والجو، صرع الاسود وروضها، بس احنا اللي بنستسهل. الاستسهال اخر امور. انت ايه اللي مخوفك بالشكل ده؟ ده بيقول انه هيحطني في الشوال وانها نصبت عليه. انا مش فاهم عايشه بتعمل ايه بس، وهتورطني في ايه معاها؟ انت خايفه على نفسك ولا خايفه على عيشه؟ ما انا وهي ايه؟ مش واحد يعني، اي حاجه بتعملها ما انا هتاثر بيها. يعني لو اترمت في السجن ما انا هترمي معاها، ولو اتحطت في شوال ما انا هتحط معاها. احنا لازم ناخد حقنا. طب قبل الحقنه بس يا دكتور معلش، انت شفتها واتكلمت معاها، هي فعلا ممكن تعمل كده؟ ممكن تنصب على حد ولا تاخد فلوس من حد؟ شوفي انا حسب تصوري ممكن. ايه ده؟ يعني اللي اسمه هيثم ده ما بيكذبش؟ مش معنى انها تقدر تعملك، هي انسانه ذكيه جدا ما تورطش نفسها في مشاكل. لا انت لو شفت اللي اسمه هيثم ده مش هتقول كده، دي شخصيه ساحبه وراها المشاكل. يعني زي ما انت قلت بالظبط، اللي تتعامل مع واحد زي ده يبقى تقدر تعمل اي حاجه. على فكره انا جاوبتك على سؤالك، استريحي بقى عشان ناخد الحقنة. حاضر. على فكرة ما بتوجعش. ولا توجع. يعني هتكون أكتر من العذاب اللي أنا فيه. أنت متشائمة ليه؟ أنت كويسة. طب الطيب خاطري بكلمتين يا دكتور، انا فقدت السيطره على جزء من جسمي، اللي في لحظه ما بيسيطرش على رجلي بيقع. طب ما هي عشق ممكن تقول نفس الكلام. ايوه بس ده جسمي انا مش جسمها هي، دي حياتي انا مش حياتها هي. عندك حق، هي الجسم غريب في شخصيتك وهي اللي لازم تمشي. امشي اروح فين يا دكتور؟ ولا انت عشان قابلتها هي الاول؟ عشق. ايه ده انت بقيت بتعرفني اهو؟ عشان دي اول مره نتقابل فيها بشكل رسمي. قبل كده كنت بتكذبي عليا وبتقولي انك ملك. انا ما كنتش بكذب عليك، انا كنت بس بحاول احمي ملك منك. ما اعتقدش ان انا ممكن اذيها. اي حد يحاول يقرب الدنيتين من بعض يبقى بيأذيني وبيأذيها، وانا ما بسمحش بكده.
وفي حد حاول قبل كده؟ كتير. زي مين؟ زي منة مثلا، بنت الناس اللي شغالين عندنا. راحت اشتغلت في مكتب المحامي اللي كنت مرتبطة بيه، وده كان ممكن يقرب الدنيتين من بعض، فكان لازم اتصرف. تعال. بصي. ايه ده؟ ايه رايك؟ معقولة؟ بس لا، ده شكله غالي قوي. ما يغلاش عليك يا روحي، يلا خشي اسي في الحمام، عايز اشوفه عليكي. لا مالك انت كده، هتحكمي على بقيت لبسي بالاعدام وانا خايفه اتعود على المستوى ده. ولا يهمك يا ستي، دولابي كله تحت امرك. خد يلا. طيب يلا. معقوله؟ ايه مالك متردده ليه؟ اصل انا الصراحه جوايا صراع. صراع يا اوفر. اصل انا عايزه اشوفهم عليا، وفي نفس الوقت بقول يعني خايفه اتاخر وكده. ف على فكره انت اللي بتضيعي وقت دلوقتي، كان زمانك دخلتي استيم. ايوه ايوه صح صح. طيب اوكي. يلا. يبدو عليا بتهمة انتحال شخصية مش شخصيتي. بجد حلو عليك المنة، لو ما كنتش اتصرفت بقى كان ايه اللي ممكن يحصل؟ مش كانت مالك ضاعت؟ انت كنت بتحمي نفسك مش مالك. انا؟ وانا ايه اللي هيضرني لو اسر عرف؟ انا بالنسبة لاسر الاصل هي الصورة، وحتى لو ماما وبابا عرفوا ايه؟ ولا حاجة. انا بالنسبة لهم مش موجودة اصلا، يعني مالك هي اللي كانت هتتضرب. ما فكرتيش انك ضريتي البنت اللي انطردت من شغلها وكانت هتروح السجن؟ والله كل حرب وليها ضحاياها بقى. البنت مش داخله معاكي في حرب. مش شرط الضحايا دايما يبقوا عملوا حاجه، ساعات مشكلتهم بس ممكن تكون انهم كانوا موجودين في التوقيت الغلط او المكان الغلط. على فكره انت قاسيه قوي. مش انا يا دكتور، الحياه هي اللي قاسيه. يعني واحده زي ملك دي ممكن تتهرس فيها. ضغطك على ملك بيأذيها، دي حاوله الانتحار. عشان ضعيفه. انا لو كنت معاها ما كنتش هسيبها تعمل كده. مفيش حاجه او حد ممكن نموت بسببه او عشانه. الموضوع مظبوط اكتر من اللازم، كأنه وراه مخرج مرتب كل حاجة بمنتهى الدقة. والله شكلك بنت حلال يا دكتور. ما هو مش معقولة صاحب الشيكات يجي وبعده الموكل يدخل وهو عارف إن الشيكات في الشنطة. والبركة فيكي بقى تفهمي الأستاذ آسر وتفنطي له الحكاية عشان يعرف إن منى كانت مظلومة. آسر مش هيقدر يكذب اللي شافه بعينيه. خوفه على مستقبله مش مخليه يسمع أو يشوف اللي ورا الحكاية. الموضوع هياخد وقت. يعني إيه يا دكتور؟ يعني خلاص؟ منى مش هينفع تروح تشتغل في مكتب الأستاذ آسر تاني؟ يا دكتور انا استبشرت خير لما لقيتك جاي لغايه هنا بنفسك. انا جايه عشان اراضي منى، لاني متاكده انها مظلومه. يا رب يخليك يا دكتور. وثانيا لاني شاكه وحاسه انه في حد معين ورا الحكايه دي كلها. بس انا كل اللي في المكتب يعني الحمد لله علاقتي بيهم كويسه، وعمر ما شغلي اثر عليهم بطريقه وحش، بالعكس دول كانوا بيشجعوني. يعني يا بنتي هو في ناس كده، في الوش مرايه وفي القفص اللاية. انا مش شاكه في حد في المكتب. انتي قابلتي عشق؟ عشق؟ مين عشق؟ عشق اللي كان خطيبها آسر، ما قابلتيهاش قبل كده؟ لا هو أنا كنت عارفة يعني إن هو بيحب واحدة وخطيبها، بس عمري ما شفتها ولا حتى أعرف اسمها. هو اللي حكالك عنها؟ آه، أصله يعني كان بيحب يتكلم عنها كتير. أكيد جت المكتب وحد اتكلم عنك قدامها. حتى لو كده أنا ما فيش بيني وبينها حاجة. أكيد حست إن آسر مهتم بيكي، خافت تشغليه عنها. لا يا دكتور، أنا بنتي متربية كويس قوي وملهاش في الكلام الفاضي ده. أنا متأكدة من كده، وإلا ما كنتش جيت لحد هنا. طب يعني أنت إيه اللي مخليكي شاكة في اللي اسمها عشق دي؟ عشق دي طول الوقت حواليها حاجة مريبة، طول الوقت بتكذب وأخويا بيصدقها. عشان بيحبها قوي. بالظبط، مسيطرة عليه كأنها عاملة له تنويم مغناطيسي. خلاص يبقى كفاية قوي اللي حصل ده. وانت بقى يا دكتورة لو عايزة تخدمي منة شوفي لها شغل عند مكتب محامي تاني، ويبقى كتر خيرك.
خد يا عم صبري، دي الشبكة اللي جابها لي آسر، ودول شوية ذهب كده يعني كنت شايلهم للزمن. شاكريني شاكريني يا بنتي، والله أنا ما عارف من غيرك كنا هنعمل إيه. بس دول هيكفوا، أنا حاسة إن مبلغ كبير قوي. أنا ممكن أنزل اسكندرية لأبويا وأطلب منه فلوس، بس مش عارفة إذا كان هيرضى يديني ولا لأ. وأنتي مش هربانة منهم؟ أنا عشان آسر ممكن أعمل أي حاجة، إن شاء الله أرجع لأبويا حتى، بس هو ما يتضرش. للدرجة دي؟ للدرجة دي بتحبي آسر عيشة؟ آسر هو الحلم اللي عشت عشانه طول عمري، نفسي في يوم من الأيام يتحقق. طب أنتي مش مكسوفة وأنتي بتقولي لي الكلام ده؟ يا عم صبري، حبي لآسر هو الحاجة الوحيدة الصح في حياتي، ما ينفعش أتكسف منها. طيب امسكي. إيه أنت مش مصدقني ولا إيه؟ بالعكس، ده أنا مصدقك جدا، مش بس مصدقك، ده أنا متأكد إنك أحلى حاجة في حياة آسر ابني. طب امال بترجع لي الشبكه والذهب ليه؟ لسبب بسيط جدا، ان احنا حلينا موضوع الشيكات خلاص. بجد؟ احلف قول اقسم بالله. اقسم بالله العظيم الموضوع اتحل، واتحل على خير كمان. طب ولقيتهم فين؟ يعني تقريبا البنت اللي بتشتغل عنده في المكتب هي اللي كانت واخده الشيكات. خلاص عليها، يهون عليها تعمل كده في اسر، ده اسر طيب قوي. وبصي الحقيقه يعني انا مش متاكد، يعني شكلها وعياطها بيقول انها بريئه، بس كل الدلائل بتقول ان هي اللي خدت الشيكات وحاولت تبيعهم كمان. انت اللي طيب يا عم صبري، تلاقيها ما عيطت قدامك قلبك رق. لا والله مش مساله عياط ولا حاجه، بس انا اتظلمت يا بنتي، عشان كده بحس بالمظلوم. بس انا زعلانه منك بقى كده، تسيبني من ساعه ما دخلت ما تقوليش الموضوع اتحل. لا 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 ما تزعليش، انا بصراحه كنت عايزه اتاكد انت بتحبي ياسر بجد ولا الحماس واخدك وخلاص. حرام عليك، وقعت قلبي في رجليا، انا زعلانه منك بجد على فكره. لا لا انا هصالحك، ايه رايك لو رحت انا واسر لاهلك وصالحناك عليهم؟ لا ما ينفعش يا عم صبري، مش هيوافق، انا حافظاه. انت لو شفتي عمك صبري وهو بيحل موضوع الشيكات في وسط المسدسات والصريخ والعياط والحاجات اللي زي دي تقولي هيحلها. ايه رايك نروح لهم بعد بكره؟ لو في حاجة بينك وبين الأستاذ أسر ده يا بنتي فاهميني. والله يا ماما في حاجة غير شغل. طب خليك انتي العقلة وانا المجنونة، في الأول اداكي مفاتيح المكتب وبعد كده جه الفرح اللي هو ملوش فيه، ليه؟ اداني مفاتيح المكتب عشان أنا السكرتيرة وأول واحدة بتيجي تفتح، وموضوع الفرح ده جه صدفة يعني. طب وإيه اللي يخلي أخته تيجي لغاية عندك هنا عشان تطيب خاطرك وتراضيكي؟ عشان عارفاني كويس وعارفة إني ما عملتش كده، بعدين يا ماما تنسيش إن هي اللي مشغلاني. طب وخطيبته اللي بتغير منك ورسمت الرسم ده كله عشان تبعدك عن المكتب؟ هو انت يا ماما بتهاجميني ليه؟ ومن اول ما سمعتي اسم عيش قلبتي. تكونش عيش دي اخت ملك اللي تاهت؟ انت هتخرفي؟ هو مفيش غير عيشه واحده في الدنيا دي؟ يعني اي واحده اسمها نجاة تبعنا؟ ماما انا عارفاكي كويس، في ايه؟ ايوه يا بنت راضي، خدي انبساط وافتحي اي قرص عشان تغيري الكلام، مش كده؟ يا ماما ده انت اللي كنت تجزيني عشان اخد بالي منه وتساليني عنه وعن احواله، ايه اللي قلبك كده بقى مره واحده؟ بقول لك ايه؟ انا مش ناقصه وجع دماغ، ورايا شغل كتير. خدي دول خليهم معاكي عشان لو احتجتوا حاجه. لا تسلمي مستورة. امسكي بس. طيب كتر خيرك. صدري وروري احنا عارفين نودي جمايلك دي فين. ردك للجميل انك تخلصي من اللي انت فيه. طب ما تيجي تبصي على البنت عزه دي، كان نفسها تشوفك. لو هيثم فضل عايش كلنا مش هنعرف نعيش. هو انا مش هقدر. لا قلبي ولا ايديا هيطوعوني. ومين اللي قال لك اني عايزه قلبك ولا ايديكي؟ أنا عايزاكي تساعديني وتساعدي نفسي. أنت عايزاني أعمل إيه؟ هقولك. شكراً يا بنتي. اتفضلي. أشكرك. هو أنا الحقيقة كنت جاهزة أسألك عن عنوان اللي اسمها عيش إيدي. أنا ما أعرفلهاش عنوان، وأعتقد إن آسر أخويا ما يعرفش هي ساكنة فين. هو أنت عايزة تقابليها ليه؟ كنت عايزة أعرف هي عملت كده ليه في بنتي؟ أنت ست طيبة قوي، هو أنت فاهمة لو واجهتيها هتقولك ان هي اللي دبرت موضوع الشيكات لبنتك؟ انصحك ما تقابليهاش، دي ممكن تاذيكي. طب انا لو وريتك صورتها تقولي لي هي ولا لا؟ اه طبعا. هي دي؟ اه هي. انت جبتي الصوره دي منين؟ انت متاكده ان اللي في الصوره دي شفتيها وكلمتيها؟ زي ما بكلمك كده، انتي تعرفيها منين؟
في ايه نجات؟ نجات استني يا نجات، نجات نجات. ايوه ادخل. معقوله يا مكه؟ معقوله يبقى بينا وبين بعض مترين؟ مترين ما نسالش على بعض. اخص اخص عليكي. ايوه صح، انا اللي مشغوله في تحضير العياده للنهار وما بسالش في اختي. لا مش كده؟ لا 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 بصي ما تدخليش الدخله دي عشان انا متمرمط ومش شايف قدامي. انا كل لما اعمل حاجه واحس اني عايز تريح ارجع تاني اشيل الهم من الاول. انا مش فاهمه انت مستعجل على ايه؟ ما تسيب كل حاجه تجهز براحتها. حبيبتي على فكره انا عادي ممكن اعمل ما عنديش دم واسيب كل حاجه تجهز براحتها، بس انا دلوقتي متجوز، انا بتقطع لما بطلب من بابا فلوس، انا نفسي ابتدي اول ما اتخرج. كبرت يا مازن. اني كميله انت؟ لا هتعملي لي بقى فيها ليله وجو العمر عدى. لا لا لم نفسك. بقول لك ايه، انت مش محتاج حاجه، انا معايا فلوس على فكره. انت شكلك هتحرجني بام جدعانتك دي. بصي انا هخبطك طلب دلوقتي، بصي منتهى الندالة. لا يا سيدي ولا يهمك، استنى. عايز كام يا حبيبتي؟ بجد بقى بجد والله ما عايز فلوس. ايه ده، امال عايز ايه؟ مش فاهم. انا هشرح لك. من بعد موضوع لولا دعاء وماما قاعدين بياكلوا في بعض وانا بتقطع في النص. ايوه بس انا مش حاسه بكده خالص، انا حاسه ان ماما بتعمل دعاء كويس قوي، بالعكس دي ساعات بتفوت لها حاجات وتعمل مش واخده بالها كمان. هي المشكله ان دعاء فاهمها ان اللي حصل لاختها ده كله بسبب ماما. اوكي طيب، ده برضو ايه علاقته باللي انت عايزه مني؟ دعاء عايز اوضه بحمام. طيب بص يا حبيبي، انا عايزاك تطفي دماغك من الموضوع ده خالص وانا هتصرف واحلها لك، ما تقلقش. يعني موافقه؟ على في دماغك طبعا. لا بس انا عندي الحل. بقول لك ايه، انت جاي ولا رايح؟ انا رايح، المفروض دلوقتي طالع قريه البضائع استلم الكراسي وبعدين هقابل الكهربائي والعمال نركبهم بالليل. طيب يلا اتكل انت على الله وسيب لنا مواضيع البنات دي. يعني خلاص هتشيليها انت؟ طفي دماغك يا دكتور. طيب ارفع ايدك لفوق بقى، لفوق كمان. شكرا، يلا باي باي. باي يا حبيبي. ممكن نروح في 60 داهية. لو مش داريانا ياما فوقي، احنا دلوقتي في الداهية ذات نفسية. لا ما اقدرش اعمل كده، ما اقدرش. خلاص يبقى انزل اجيب علبتين بوشام اللي انت اربعتيه ناخدهم سوا ونخلص. استني بس، هي قالت لك عايزانا نعمل ايه بالظبط؟ هقول لك. خير يا مكة يا حبيبتي؟ في حاجة؟ كل ما ببص لك يا دودو بحس ان غلطتي في السكه. سكه ايه اللي انا غلطت فيها؟ سكتك في الحياه عامه. يعني مثلا انت ما كانش المفروض تدخلي اعلام، انت كان المفروض تدخلي معهد تمثيل. شايفاني نجمه سينما صح؟ لا ما حصلتيش نجمه طبعا، بس انت بتمثلي على كل الناس اللي حواليكي حتى على نفسك يا حرام. انا بمثل؟ انا؟ وتمثيلك اوفر قوي، خشش دماغ حد بصراحه. انت مالك يا ملك، بتكلميني كده ليه؟ عشان عايزه افوقك يا دودو، مش عايزاكي تفضلي في السكه اللي انت فيها دي، هتخسرك كل الناس اللي حواليكي. عارفه ليه؟ انا والله العظيم من غير ما تردي انا هقول لك ليه. عشان انت متخيله انك اذكى من الناس كلها، فبتتصرفي بغباوه قوي. عايزين انا ومازن نقع في بعض، مش كده؟ والله العظيم دي فكره مازن من الاول، هو اللي عرض عليا الفكره دي. ايوه صح، زي ما عرض عليكي برضو موضوع السفر وبعد كده بقت في المكتب، مش كده؟ انتي ظلماني يا مك. لا يا روحي انا لسه ما ظلمتكيش، بس انا ممكن اظلمك. لا اظلمك كده، انا ممكن افرمك وممكن اطلعك من مازن على فكره ببساطه قوي. ياه طب طالما كده بقى، فانا عايزه اقولك ان مازن بيحبني قوي وما يقدرش يستغنى عني، والطريقه اللي انت جايه تكلميني بيها دي مش مخوفاني. خلاص تعالي نجرب. لا قولي لي، هو حساب توفير رقم 2223 باسم دعاء لحلح، مازن يعرف عنه حاجه؟ انت بتفتشي في حاجتي يا ملك؟ انا؟ لا طبعا، اللي يمكن اعمل كده؟
بس قبل ما تفتح حساب من ورا جوزك يا هبلة، ما تديهمش عنوان البيت هنا عشان لما يبعتولي الجوابات ما تقعش في ايد حد، خصوصا مازن. انا كده كده كنت هقول لمازن، انا ما بخبيش عليه حاجة. لا يا روحي، انا ممكن اقوم بالخدمة دي واقوله، وممكن كمان اقوله ان شايله في الحساب كام، بس ماليش دعوة بقى لو سألك انت جايبة الفلوس دي منين، دي حاجة بينكم وبين بعض ماليش فيه. ملك ها؟ انت هتقولي له يا ملك؟ والله ما اعرفش، دي حاجة ترجع لك انت، انت حر. وعلى فكرة انا لسه عندي حاجات تانية كتير بس شايلها لوحدها. انا مش عايزة حاجة ومش عايزة الأوضة، خلينا صحاب يا ملك. لا صحابي يا دودو ما تقوليش كده، ده انت اختي، بس عشان خاطري بقى لو عايزة ان نفضل اخوات طلعيني من دماغك خالص. اتفقنا يا دودو؟ شكلنا اتفقنا، تصبحي على خير. انت راجل كذاب، وانا خلاص ما بقتش اصدقك. عشق موجودة. انت ليه مصممة تستفزيني؟ عشق ماتت، الناس كلها شافوها وتكلموا معاها. ناس مين؟ عمر اللي شافها هو سكران ومنقل بستين ميلة، ولا هيثم اللي راح ضحك عليه وعرف منه كل حاجة عشان يجي يضحك علينا هنا؟ لا ده ولا ده، الأستاذ أسر المحامي اللي منه كانت بتشتغل عنده، واخته الدكتورة فريدة أستاذ الجامعة. انت بتقولي ايه؟ بقولك اللي حصل، شافوها وتكلموا معاها وكانت مخطوبة وهتتجوز. كفاية بقى كفاية، انا زهقت من الكلام ده. هي ايه؟ شوطة وجت في البلد؟ كل شوية حد يطلع لي ويقول لي عشق موجودة؟ طب هي فين؟ لما هي موجودة هي فين؟ أهو كله كلام. أنت اللي خايف على روحك، عشان لو هي موجودة المستخبي حيبان والناس كلها هتشوفك زي ما أنا شايفاك. وأنت لازم تعرفي زيي، وما تصدقيش الكلام الفاضي ده إلا لما تشوفه بعينيكي. مش هستنى لغاية ما أشوف، إديني المبلغ الأخير أسد بيه الدقيقة أنا وأمشي. قولي كده بقى، إن كل اللي يهمك الفلوس وخلاص. إحنا مش كنا متفقين على كده؟ كنا متفقين إن أنا ساعدك وساعدتك كتير، وبعدين أنا صرفت كتير في جوازة مازن وفي تجهيز عادته جديدة. اصبري بقى عليا شهر ولا شهرين. اسمعي يا عاصم، انا طول البود دي حاطه الجزمه في بقي وساكته، لكن انا ممكن ما اسكتش وافضحك. وتفضحي نفسك؟ عقلي عقلي، وما تنسيش انا مين. بقولك يا عاصم، انا مش خارجه من هنا غير لما اخد الفلوس. فين الفلوس؟ عقلي ايه؟ بلاش كلام، فوقي. هو ايه اللي بيحصل؟ اهلا يا دعاء، انت ايه اللي مصحيكي لغايه دلوقتي؟ بيتهيألي النوم قافل. نوم؟ هو الواحد ممكن يجيله نوم؟ اصل ساعات الواحد بيشوف حاجات كده غريبه تخليه يقعد يفكر 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 لحد ما النوم يطير من عينيه. لا مش للدرجة دي يا دعاء يا بنتي، مش للدرجة دي. دي الخدامة بتزعق لسيدها وسيدها واخد الموضوع عادي، يبقى أكيد في حاجة غلط. دي مشكلة قديمة وخلصت خلاص، ما ينفعش نتكلم فيها تاني. مشكلة قديمة بالنسبة لحضرتك، لكن بالنسبة لي أنا فهي مشكلة جديدة، وأكيد برضو هتبقى مشكلة جديدة على مازن وعلى ملك وعلى طنط. دعاء، وهتستفيدي ايه لما حد يعرف؟ ولا حاجة، لكن لو ما حدش عارف هتستفيدي كتير قوي. حضرتك عايزني ما اتكلمش مش كده؟ انت وشطارتك. انت عارف انا بحب طنط قد ايه، صعب عليا سيبها كده مش دريانة بحاجة. خلاص روحي قولي لها وهدي البيت، وساعتها هتخسري انت كل حاجة. لكن لو فضل الموضوع ده بيني وبينك طلباتك كلها هتبقى مجابة. حضرتك شاطر قوي في الإقناع، بس هو مش كلامه خلاص. انت عايزة ايه يا دعاء؟ طول عمري نفسي يبقى لي حساب في بنك يكون بعيد عن عيون الناس علشان يأمن لي مستقبلي. حاضر، بس هحطلك فيه مبلغ صغير عشان أنا مزنوق اليومين دول. مش الزنقة دي مسيرها هتتفك والحساب هيكبر. ماشي يا دعاء، ربنا يخليك لي يا بابا. بابا أصلا أنا بقالي كتير قوي ما قلتش لحد يا بابا.
تصبح على خير يا بابا.